السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أحبائي من أختكم دنيا مغربية في اليمن. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحوال طيبة يا رب. إن شاء الله اليوم غنشارك معكم وصفة روعة نقدر نسميها وصفة القنبلة المعجزة اللي كتعالج مشكل اللي كيعانوا منه بزاف ديال السيدات اللي هو مشكل الخطوط البيضاء والحمراء السليليت اللي هو كابوس ضد جمال المرأة على أنحاء الجلد وتظهر بسبب فقد الوزن أو بعد الولادة حيث تظهر على الجلد تشققات البيضاء والحمراء اللي تظهر على البطن والأفخاذ والساقين ومنطقات الأرداف ويكون لون خطوط في البداية وردي كما تلاحظون في الصورة بسبب تمزق طبقة الجلد الخارجية وظهور الأوعية الدموية. وكذلك من أسباب السليليت هو عدم شرب الماء بكمية كافية وكذلك زيادة أو فقدان الوزن المفاجئ وتغير الهرمونات. وللقضاء على هذه المشكلة يمكنكم تطبيق الدلكة أو المقشر أو سكراب من القهوة والزيوت وعليكم فقط تحلي بالصبر ومواظبة على هذه الوصفة. فأنا كذلك كنت عندي هذا المشكل هذا، أنا عندي السبب اللي هو بعد الولادة فوظفت على الوصفة تقريبا شهر وكنستعملها 3 مرات في الأسبوع فكانت النتيجة ممتازة وبدأت الخطوط تختفي تدريجيا. ونصيحة دائما لتنتكم ضروري التحلي بالصبر عند استخدام علاجات المنزلية نظرا لكونها لا تحتوي على أي مواد كيميائية فإنها تحتاج إلى بعض الوقت لكي يظهر تأثيرها وحتى تحصلي على النتائج المرجوة. نمر الآن المكونات. بالنسبة للمكونات عندنا مكون رئيسي اللي هو القهوة. فنأخذ القهوة اللي ما تكون سريعة الذوبان، نأخذ اللب ديال القهوة ونقوم بالطحن ديالو في البيت أو نشريو قهوة مطحونة. فالقهوة معروفة منذ القدم بالعلاجات الفعالة والشعبية التي تستخدم بشكل كبير وخاصة للبشرة لأنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تحد من ظهور التجاعيد وشد البشرة وتقشيرها وإزالة الخلايا الميتة للمحافظة على صحة الجلد وكذلك تفتيح لون البشرة والتخلص من السليوليت. يعني هذه الوصفة التي هي عبارة عن دلكة أو سكراب أو مقشر نقدر نعتبروها يعني كنضرب عصفورين بحجرة، منها ترطيب منها تقشير ومنها كذلك حفاظ على صحة البشرة خالية من السليوليت. بالنسبة للمكون الثاني اللي هو السكر فأنا اضطريت أن نستعمل سكر أبيض. فمن الأحسن بالنسبة لهذه الوصفة هذه تستعملوا السكر البني. فأنا في اليابان هنا ما متوفرش ما لقيتوش. بالنسبة للنساء اللي كتوفروا على هذا النوع من السكر من الأحسن أنكم تستبدلوا السكر الأبيض بالسكر البني. بالنسبة للزيوت غادي نستعملوا أول زيت اللي هو زيت الجليسرين ومن الحب بدأ أنكم تاخذوه من الصيدليات لكي يكون أصلي. كلما كانت مكونات أصلية كلما كانت نتيجة مضمونة وسريعة. فزيت الجليسرين غني بالفوائد دياله في الترطيب وكذلك محاربة السليوليت. بالنسبة للزيت الثاني اللي هو زيت الزيتون غني عن التعريف ولأي بيت كيتوفر فيه فهو فيه الفيتامين أو والفيتامين دي وبالتالي فإن تدليك الجسم مع القهوة بزيت الزيتون سيكون مفيد جدا وللغاية بالنسبة للنساء اللي كيعانوا من السيلوليت وكذلك اللي تعانيوا من كذلك الشعر الزائد. بالنسبة للزيت الثالث اللي هو زيت الكوكو البكر كذلك خذوه من الصيدليات يكون أصلي. وآخر مكون اللي هو ماء الورد المقطر. نبدأ على بركة الله بخلط المكونات. نبدأ بالمكون الرئيسي اللي هو القهوة. نأخذ 3 ملاعق كبيرة بسم الله، ملعقة ثانية. فأنا قمت بطحن القهوة في البيت. من الأحسن أنكم تشريوا لب القهوة وتقوموا بالطحن ديالو في البيت لضمان نجاح الوصفة. نأخذ كذلك كمية متساوية من السكر كما قلت لكم. تقدروا تعوضوا بالسكر البني فهو عنده فوائد أكثر فعالة مقارنة مع السكر الأبيض في محاربة السليوليت والخطوط البيضاء والحمراء. ملعقة ثانية والملعقة الثالثة كميات متساوية. نأخذ الآن ملعقة كبيرة من زيت زيتون البكر من أحسن يكون أصلي
ونضيف ملعقه كبيره من زيت الجليسيرين، هو مفيد وروعه في محاربه السيلوليت وتلميع الجسم وكذلك شد الجسم بالنسبه للنساء اللي عندهم ترهلات. ونضيف كذلك ملعقه كبيره من زيت الكوكو، البكر كذلك، إذا لاحظتوا كميات متساوية. وبالنسبة للكمية يمكن لكم تضاعفوها، فأنا أصلا عندي كمية دائما كتكون عندي، كنحطها في الحمام وكنستعملها لمدة أسبوع. يمكن لكم تضاعفوا الكمية باش تربحوا الوقت وما تبقاوش كل مرة توجدوها. وفي الأخير كيبقى ماء الورد هو اللي غادي نجمعوا به الخليط على حسب الكمية، ونشوفوا نبقاو نضيفو في ماء الورد حتى الحصول على خليط متجانس. نضيف ماء الورد ونبقى نخلط الخليط، حتى الحصول على خليط متجانس، رائحة ديالو روعة ما شاء الله. هكا غنكونو حصلنا على دلكة القهوة والسكر، وتشوفوا الخليط أصبح متجانس. وقفوا من إضافة ماء الورد. الأخير أحبائي، من بعد ما تبعتوا معي الخطوات وقمنا بخلط جميع المكونات، حصلت على هذه الدلكة الروعة، رائحة ديالها زكية نظرا لأني ضفت زيت الكوكو وكذلك ماء الورد معروف بالرائحه الزكيه ديالو. فبالنسبه لطريقه الاستعمال، من بعد الاستحمام نخليوه كاخر مرحله، نستعملوا هاد الدلكه هذه على المناطق المصابه اللي فيها سيلوليت، الخطوط البيضاء والحمراء والترهلات كذلك. فنوضعوا كميه من الخليط على المنطقه المصابه كما كتشوفوا معايا هنايا، ونقوموا بالفرك بطريقه دائريه لمده 5 دقائق. من بعد مرور 5 دقائق من الفرك وكذلك الضغط على المناطق المصابة، نخليو الخليط مدة نصف ساعة على المنطقة، ومن بعد نغسلوه بماء فاتر. عليكم فقط المواظبة ثم المواظبة والصبر، واستعملوها 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة نهائية ومضمونة وملموسة كذلك. حاجة أخرى اللي بغيت نضيفها بالنسبة للنساء اللي ما فيهمش الخطوط وبغي يحاربوا الدور ديالها، أو كذلك النساء الحوامل، فهذه كانت أحسن زيوت كنستعملها في فترة الحمل، زيت الكوكو وزيت الجليسيرين، فعالين ومعروفين رقم واحد في محاربة الخطوط البيضاء وتمددات الجسم. فمن بعد الاستحمام وقبل لبس الملابس، قوموا بدهن الجسم ديالكم بهاد الزيوت هذه بطريقه دائريه كل مره، ومره في الصباح ومره في المساء الا قديتو، ما قديتوش مره واحده في اليوم. فهذه طريقه روعه في محاربه ظهور السيلوليت والترهلات بالنسبه للنساء اللي ما كيعانيوش منها، واللي يقدر في المستقبل تظهر لهم هاد الخطوط هذه. وكذلك النساء اللي مصابه بتمددات الجسم، استعملوا الدلكة بعد الاستحمام وقوموا بغسل ديالها بماء فاتر، وكذلك زيوت مساعدة لتستعملوها بشكل يومي حياة اليومية. نتمنى انكم تكونوا استفدتم هذه الوصفة هذه، وكنشكركم على الدعم ديالكم والتعاليق ديالكم، وما تنسونيش اللايكات. وكذلك بالنسبة للزوار الجدد، ما تنساوش الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر الجرس ليصلكم اي جديد. الى اللقاء في امان الله.